الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في سؤال بيرد من ناس كتار جدا برا الحلقة، وبيسألوا سؤال، يعني بيقولوا انتوا أصلا وقت عندكم اليوم ده حرام، والبسوا الناس ده حرام، انتوا جايبكم هنا شنو؟ احنا نجاوب، نقول اول حاجة اجابنا انه ربنا تبارك وتعالى امرنا انه نجي ونتكلم مع الناس، زي ما الله قال: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دي الحاجة جابتنا. ثانيا، ربنا قال: واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. جينا عشان نمرق رقبتنا نحن وننزل المسؤولية مننا، عشان بعدين لما الله يسألنا يوم القيامة: هل كلمتوا الناس ذيل؟ نقول: نعم يا رب كلمناهم، وقلنا لهم اليوم ده حرام، وقلنا لهم ارجعوا بيوتكم. ثالثا، الشباب اللي بيسألوا برا ذيل، واحدين يقول لك: يا مولانا انتوا ما تمشوا الجامع، اجابكم هنا شنو؟ وانا كان لقيتك في الجامع بجي هنا، انت ما في الجامع ما في، انا بجيك محل انت قاعد، بس شفت محل انت قاعد بس بجيك هناك، والله لو لقيتك في الجامع ما بجيك هنا، لكن انا عارفك انت في الجامع ما في، ما بتجي الا يوم الجمعه، ويوم الجمعه ذاته بيجي مع الكوبله. تعرف الكوبله؟ كوبله بيعرفوا الجماعه ذيك العطال اللي بيجاي ذيل، الكوبله ده اللي هو جاية الفنان، تلقى الجماعه بتاعين الموسيقى ذيل شغالين ويج 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 ويج، بعد شوية الفنان يجي في حتة معينة كده، ده بيسموه الكوبلي، ناس الموسيقى، وكله حرام، كوبلي ولا كوب مالي كله حرام، عرفتها؟ فيقول لك نحن بنجي مع الكوبلي. تعرف الكوبلي وين؟ محل مولانا بيقول: اللهم اللهم اغفر لنا وارحمنا، هو يا ده بيكون جاي في الحتة دي شايل مصلايت وجاي، ما بتجي انت من البداية، عشان كده نحن بنجيك محل انت قاعد. يبقى دي ثلاثة إجابات على هذا السؤال، انتوا جايين هنا ليه؟ دي ثلاثة إجابات، اختار أي إجابة تعجبك، وكل ما ذكر صحيح، بعدين تختار اللي بيعجبك، فهمت؟ طيب، مسألة ثانية، الإخوان بينوا لك عقيدة العقيدة بتاعت اليوم ده، أنت قال اليوم ده شنو؟ أنت قال اليوم ده عبارة عن لمة تحت البرج ولمة تحت الكبري وخلاص الموضوع انتهى؟ لا لا يا زول، اليوم ده ما كده، ده بالنسبة لك أنت، لكن أنت ما عارف اليوم ده يوم بتاع شنو؟ اليوم ده يوم ربنا تبارك وتعالى بيكون غضبان في اليوم ده، لو المعلومة دي ما أعرفها أعرفها من هنا، الله تبارك وتعالى بيغضب والله في اليوم ده. ليه؟ لأنه اليوم ده يوم بتاع النصارى مسيحيين، زي ما بينوا لك الشباب، ده ما يومنا نحن، ده يوم بتاع النصارى، محتفلين بشنو؟ رأس السنة الميلادية، ميلاد منو؟ بيقولوا ميلاد يسوع اللي هو عيسى عليه السلام. طيب، عيسى عليه السلام بالنسبة للنصارى هو شنو؟ شوف النصارى ديل المسيحيين بيتقسموا لثلاثة، الدين بتاعه دين كله منقسمين لثلاثة أقسام، في قسم بيقولوا عيسى عليه السلام هم بيسموا ليسوع، قالوا ده ولد الله عديل، ولد الله عديل، وربنا قال عنهم عن ديل: وقالت النصارى المسيح ابن الله. ديل ياهم. الصنف الثاني منهم من النصارى المسيحيين بيقولوا عيسى هو الله ذاته، وديل الله ذكروا لك في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ديل ياهم الصنف الثاني. الصنف الثالث ديل عندهم إنه الله إله، وعيسى برضو إله، ومريم برضو إله، الثلاثة إله، وديل الله كفروا لك برضو في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. انت قال القرآن دخل لنا حاجة؟ ديل هم النصارى، ديل الثلاثة أصناف ديل كلهم كفار، والغريب إن المسلمين ما بيعرفوا المعلومة دي إلا من رحم الله. يقول لك معقولة كفار مرة واحدة؟ هاي كفار التدايرون كم مرة يعني؟ كفار مرة واحدة
يقول لك طيب لكن ديل ما عندهم دين. اي عندهم دين لكن دين ما حق. عشان كده الله قال في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ها ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ديل هم. الله قال لا يدينون دين شنو؟ دين الحق. طيب بيدينوا دين شنو إذا ما دين الحق؟ دين الباطل. يا دول أقرأ القرآن بتاعك يقول لك والله المعلومة دي أول مرة نسمع بها. إنت ما قرأت سورة البينة؟ أخي البينة دي شفها في الأساس حافظنا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ديل هم الله قال الذين كفروا. إنت بعد ده لسه ما عارفهم كفار؟ يقول لك طيب يا مولانا وكدهم كفار الله سموهم أهل كتاب ليه؟ الله سموهم أهل كتاب وسموهم كفار. أها رأيك شنو؟ مش سموهم أهل كتاب برضو سموهم كفار. يا دول ديل ما عندهم دين، دين حق يدينوا به الله عز وجل ما عندهم. واحد يقول لك طيب يا خلاص ما ربنا قال لكم دينكم ولي دين. أيوة لكم دينكم باطل ولي دين حق. لكم دينكم باطل ولي دين حق. واحد تاني يقول لك طيب ما الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدار يؤمن يؤمن الدار يكفر يكفر. يعني أي زول على كيفه؟ نقول لك لا 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 ما أي زول على كيفه، لأنه الآية دي آية بتاعت وعيد. عشان كده الله قال فمن شاء فليؤمن قبالة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى شغلانة ما شغلانة، إنه على كيفك تؤمن ولا ما تؤمن. لا ما على كيفك تؤمن ولا على كيفك تؤمن جود عينك. لو ما آمنت يوم القيامة بتتنجط الشغلة كده تقال جنو ما في خيار ثالث، يا تؤمن يا تتنجط يوم القيامة، بس واحد من الاثنين ديل. دي ما بالنسبة للعقائد تحت النصارى. الآن الناس مارقين ومحتفلين وما تعرف وجوطة، والحمد لله غايته أنا غايته ملاحظ لي ملاحظة. نحن سنويا قاعدين نشتغل هنا، إنه الناس السنة دي بسيطة كده، أنا ما أعرف قعدنا البرد ولا قعدنا الدين. في كل الأحوال قعدهم كويس، كان قعدنا البرد ذاته برضو ما كعب، لكن الأفضل إنه يقعدنا الدين ما البرد. عرفتها؟ لأنه أنت لما تقعد في بيتكم عشان الله تبارك وتعالى دي فيها أجر، لكن كان قعدت عشان البرد يعني قلت والله الليلة والله كان نفسي أمرق يا أخي، لكن والله برد كده ما عندك أي أجر، والله ما عندك ولا حسنة واحدة، لأنه أنت ما خليت الشغلة دي عشان الله، خليتها عشان البرد. الحمد لله إنه شغلة شوية قلت، ولا أنا ما أعرف يمكن الشغلة تكتم بعد الساعة 12 ولا الحاصل شنو، أنا ما بعرف غايته. المهم والحاجة الكويسة إنه حتى الناس الطالعين ديل معظمهم ما بيطلعوا عقيدة. الناس دي مارقة هوسايا دول، يقول لك أوه الليلة قام في حفلة بالفنان الكبير زعيط بن معيط. هذول ده منو ده؟ يقول لك هذول يحيي راس السنة. أنت بتحييها مالك، ما تخليها ميتة يا ها؟ بالله الواحد يخش حفلة يدفع 100 جنيه. أنت طبعا ما هذول مفلس ساي، عشان كده بتجي شارع النيل. والله النجيل هذه مش بيسموها حبيبي مفلس؟ هذول كلهم مفلسين ساي، لكن الناس اللي عندها قروش بتعمل تخش حفلات ب 200 جنيه 300 جنيه. في ناس بمليون عديل. عليك الله الناس ديل لما الله يوم القيامة يسألهم يقول لهم يا ناس هوي انتوا دفعتوا قروشكم دي هنا ليه؟ بالله بيقولوا شنو؟ بعدين هناك يوم القيامة انت قال ما في يوم اسمه يوم قيامة ولا شنو؟ انت عارف الشباب ديل معظمهم الموت ده ولا بجيبوا له خبر. يقول لك اوه مولانا خلينا نعيش اللحظة، لحظة يا تا دول والموت ده لحظة بتلقى نفسك ما في لحظة. بس الله قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت جاري منه لكن هو منتظرك قدام، أنت ما جايب خبر. والله ممكن تموت في أي لحظة. هسي لو مت في يوم زي ده عليك الله تمش تقول شنو؟ تطقك عربية ولا ركشة ولا غيرها؟ ممكن تموت عادي، تتلب من الكبري تحصل لك في النهاية بتموت بتموت. الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. أها تمش تقول شنو؟ ولا ما بتمش هناك؟ بتمش بتخش القبر
بيقوموك وبيسالوك يوم القيامه والله زول ينفعك. شايف البشر اللافه دي؟ زول بينفعك من ديل ما في، زول بيقيف معاك هناك ما في، ولا ابوك ولا امك ما بيقيفوا معاك. المساله البعديه مساله اولياء الامور في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الناس انت عارف المجتمع السوداني ده ما مجتمع موظمه التربية الدينية بتاعته تربية بتاع التصوف زي ما ذكروا لك الإخوان، وتربية التصوف ده ما بحل لك لا مشكلة في الدنيا ولا يوم القيامة. عمك بالله تلقى دول بسبحته صلى العشاء في الصف الأول وجار خاشي البيت بسبحة ور 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 جار السبحة، تجي البيت يا أبوي ماشيين شارع النيل. ما تمشوا شارع النيل، لا دارين نمشي يا أبوي، لا ما تمشوا. يقوم يمشي يحرشوا أمهم، تجي وتقول لك راجل مجنون ولا شنو؟ ما يمشوا ليش شنو؟ يا ولي يا أخي ما يمشوا، لا يمشوا، خلاص يا خليهم يمشوا يا ما تعمل لنا وجع راس، بس ما تتأخروا ها؟ ما تتأخروا؟ أنت ما ردين ماشيين وين؟ كلهم امشوا بس ما تتأخروا، تعالوا بدري، وعمك بسبحته، تخيل ده بسبحة، سبحان الله، حي غيوم، وهذول أنت بنتك ما عارف الحاصل على أنت شغال حي غيوم في الفاضي ساي؟ بنتك بيجا انت ما شايف الحاصل عرفت؟ وممكن تمرق من البيت بعبايه، تمش بيت صاحبتها بغادي تقلع العبايه ترمي العبايه تلبس لها حاجات ثانيه شايفها انت بعينك، هنا شايفها بعينك. والاعجب من ديل كلهم ان واحد بيسوق مرته وبيسوق بناته يجي يلف بهم هنا تلقاه مبطح راقد في النجيله وسيجارته قصبه، سيجارته قصبه راقد في النجيله. يا ابوي ماشيين كده وجايين، خلاص امشوا ما مشكله، تعالوا بدري بس ها لانه البرد وكده. برد شنو هذول؟ دي بتكون عندها مواعيد مع واحد شفت بهناك، انت ما جايب خبر. هاي 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 تعال بهناك، ابوي ده انا قلت له ماشيين وجايين، وهو تلقى راقد في النجيله هذول. يا سلام يا والله يا ريت ايام زمان ترجع، يا هذول زمان شنو؟ انت ما جايب خبر، يا عمك لين بناتك وقوم فوت ساي، هنا والله في ناس، هنا في ناس خطرين مره واحده والله. والله العظيم. جفات لافين يا دول خطرين مره واحده. فانت يا اخي لم عرضك عليك وامشي بيتكم، وانت ما تلوم الا نفسك، مش جبتهم انت ولا جابوه صالح ديل جابوه لك اللافين؟ يعني في صالح لافين ما الحضور ولا الناس المحترمين، في ناس صالح لافين. انت بناتك ديل جبتهم انت براك ولا هم جابوهم؟ جبتهم براك، بس بعد تتحمل مسؤوليتك. لما البيت بعد سنة ولا سنتين يقول لك عندها ولد في المايقومة في دار المايقومة، بعدين ما تقعد تبكي، ما براك جبتها ها، براك سويتها في نفسك زي ما بقولوا جماعة، ما براك جبتها هنا. بعدين لما يقول لك عندك حفيدك في المايقومة ما تقعد تبكي وحليل وما بتعرف شنو ولا التربية راحت، انت براك عملتها في نفسك، عملتها في نفسك براك. لين بناتك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مسؤول عن رعيتي. الله بيسألك بعدين يوم القيامة عن بناتك ومرتك الجايبة انت هنا، بيسألك والله الله منهم، ما تفتكر الشغلة دي شغلة ساكت كده. الحاجة الأخيرة أن نختم بها البرنامج ده، إنه يا أخوانا نحن كده بلغنا ونصحنا، والله عز وجل يشهد ويسمع ويرى تبارك وتعالى إنه بلغنا الناس كلها. المطلوب منك شنو يا أخي؟ المطلوب فوت بيتكم بس، أمشي البيت، ما تقعد يا زول لا ساعة 12 لا ساعة 3. لما حاجاتك كان عندك أولاد ولا غيرهم لما هم يا خارج على البيت، دنيا برد ذاته، أمش نوم عشان تقدر تصلي الصبح بكرة. أنا ما ظنيت أسي بالله الناس اللافة دي بيصلوا صبح بكرة، بيصلوا صبح والله ما ظنيت. يا أخي أمش نوم عشان تصلي الصبح حاضر، وربنا ذاته يبارك لك في عمرك، وكان زول شغال يبارك لك في شغلك، كان بتقرا ربنا يبارك لك في قرايتك، عرفت؟ ارجع بيتكم وما تجي ثاني، لا السنه الجايه لا السنه اللي بعديها لو ربنا مد في عمرك ما تجي في يوم زي ده، ما تجي، خليك قاعد في البيت، امش شوف لك شغله تنفعك، اشتغل يا اخي. انا بستغرب الناس دي، وتلقى الناس دي يا اخي شغل ما عندهم، ناس شغل ما بيشتغلوا. هسي انا متاكد الناس الشغالين التعبانين ما بيجوا يا زول، يعني زول لو شغال من الصباح لغايه العصر المغرب باقي لك بيجي راس سنة؟ يقول لك راس سنة شنو يا أخي؟ نحن ماشيين ناخذ لنا راحة. الناس دي معظمة ناس شغل ما عندهم، لا في ساكت عطالة بس. دي نصيحة قدم لها للناس على
اللهم هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.